لاعب كرة القدم دائما في مسيرته الناس تذكره في الأمور الإيجابية ويكون مميز فيها، وهذا حلم أي لاعب، إما يكون هداف إما يكون صاحب إنجازات عظيمة، خصوصا بالمدافعين مرات يتميزون دائما بالصلابة الدفاعية أو تكون عنده ميزة مختلفة عن المدافعين. لكن مع مدافع منتخب البرتغال أبل زافير كان قصتنا شوي مختلفة. هذا اللاعب كان ممكن يتحول إلى بطل في البرتغال. طبعا شهرة هذا اللاعب إلى يومنا هذا بسبب شكله المميز، أن اللاعب يمكن صابغ شعره ولحيته باللون الأصفر، ففعلا كان شكله مميز، لكن كان ممكن يضع مسيرة عظيمة مع منتخب البرتغال في يورو 2000، مباراة المربع الذهبي، وقبل لا تنتهي المباراة ما بين البرتغال وفرنسا كان ممكن يسجل هدف ويدخل التاريخ ويوصل المباراة النهائية مثل ما إيدير في 2016 دخل التاريخ، لكن ما حصلت أو ما صارت هذه الفرصة. رحنا للأشواط الإضافية، هذا اللاعب من المفروض يكون بطل، تسبب بركلة جزاء بالوقت الإضافي الثاني سجله زيدان وخرجت البرتغال من البطولة، فتحول من بطل إلى لاعب مكروه عند الجمهور البرتغالي. واللي زاد الطين بلة أن أبل زافير راح شتم الحكم فتعرض إلى عقوبة، وبعد الاستئناف تعرض إلى عقوبة 6 شهور. هذا اللاعب كان متوقعين له ممكن مسيرة لا بأس فيها، خصوصا أن اللاعب انتقل إلى ليفربول فترة، طبعا من المفارقات أن هذا أحد النوادر اللي صارت أن هذا اللاعب في موسم واحد لعب مع إيفرتون ضد ليفربول، وبنفس الموسم لعب مع ليفربول ضد إيفرتون. اللاعب بما يعني المفروض يكون لاعب ولا شهرة وإنجازات، إلى أن وصلنا عام 2005 وتوقف بسبب منشطات، فعلا لقطة واحدة في المباراة ممكن غيرت مسيرة وسمعة لاعب.